وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا برحمتك يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. وبعد، يا طارق الخير، اليوم تتمة لحديث سلسلة الحديث عن السكينة، تحدثنا عن الآيات التي علمها أحد علماء المسلمين لابن القيم رحمه الله تعالى إذا أراد أن يطلب السكينة. وذكرت في أسباب السكينة أن نحقق أربعة أمور، وأن نلغي وأن نعدم أربعة أمور. سأتحدث عن الأمور التي يعني سنلغيها في يوم السبت إذا كنا من الأحياء إن شاء الله، لكن اليوم تتمة للفائدة ومتابعة للموضوع سأتحدث عن بعض الآيات التي وردت في بعض الآثار أن لها أثرا كبيرا في تسكين خوف الإنسان وفي طمأنة قلبه. هذه الآيات وردت في آثار كثيرة، تنسب لكعب الأحبار وتنسب لابن سيرين ولغيره، لا يعنيني لمن تنسب، يعنيني الأثر، أثرها الذي يعنيني فعلا لها أثر. وهل يمكن أن نطبق هذه الآيات سلوكا في حياتنا؟ عندك استعداد طارق اليوم؟ صح صحيح؟ في روحة بعد الدرس ولا ما في روحة؟ في روحة، في أمل يعني؟ شفتك هيك ما كان ما مو كثير ممنون. لا لا إن شاء الله بإذن الله، الله يتقبل يا رب. مما ورد في هذه الأمور أثر أن كعب الأحبار قال: إن في القرآن سبع آيات لا أبالي بشيء بعد قراءتهن، لو خرت السماء علي نجوت بإذن الله. أنا أريد أن أعلق قبل أن أبدأ بالآيات أن القرآن كله يا طارق خير، وأن القرآن كله إن بحثت فيه عن يعني النور وجدته، لأن كثيرا من السادة العلماء لا يحبذ قضية السبع المنجيات، وهذه يقول لك القرآن كله ينجي، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خصص شيئا دون شيء، لكن ورد في فضائل سور أحاديث كثير أغلبها ضعيف، لكن في مسألة أن القرآن بعض الكلمات تجد أثرا في سلوكك، نعم. أول آية وقد فسرتها غير مرة يا طارق في هذا المسجد، قول الله عز وجل في سورة التوبة: قل لن يصيبنا، إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هل هذه الآية فعلا من أسباب أنها تنزل السكينة في قلبك، وأنها تطمئن قلبك، وأنها تخرجك من هم وغم؟ نعم، إذا الإنسان قرأها بيقين، يعني أنا إذا كنت على يقين أنه لن يصيبني شيء إلا بتقدير العزيز العليم، لا يمكن يا طارق بأي حال من الأحوال أن أخاف. وإذا كنت على يقين بأنه ما كان لي لن يأخذه غيري، فلن أحزن على شيء ولن أهتم بشيء. وإذا يعني قدر الله أو كتب الله مكروها لي، هل يستطيع أحد أن يرفعه؟ لا أبدا. لذلك هنا كلام كعب بن الأحبار يقول: لو خرت السماء علي نجوت بإذن الله، ما دام أنه خلاص أنا بعرف أنه ما كان ما قدر الله كان، فما عندي مشكلة، ما بخاف، ما أهتم لا لرزق لا لعمر لا لخوف من إنسان، لا شيء. الذي لي سيأتيني على ضعفي، والذي ليس لي لن أصل إليه بقوتي، تمام؟
إذن أول آية يا طارق شو هي؟ هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمن. شو الآية الثانية؟ اعتبارك شفتها عم تدور لقيتها؟ شو الآية الثانية؟ يا سلام. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. هناك آيتان يا طارق، خيل أنت أمامك آخر سورة يونس، وفي آية في بداية سورة الأنعام، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هاتان الآيتان تصبان في بحيرة واحدة. شو هي؟ بحيرة اليقين. يعني الآية الأولى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يقين. لو واحد ساوى مقابلات كثيرة، إذا الله كاتب له عمل بمكان ممكن أنا عم بحكي الحكم العقلي، الحكم العقلي في ثلاثة، إما أنه يكون واجب، وإما أن يكون ممكن، وإما يكون مستحيل. ممكن أنه الواحد يتوظف بدون مقابلة، ممكن. وممكن واحد ما يتوظف وساوي مقابلات كثيرة، ممكن. يعني ما في شيء، يعني أنا ما ليش أنا ضربت على هذا مثالا حتى أقول أنه إذا كان هذا الأمر في حكم البشر ضمن الممكنات، فطبيعي أو جبلة أن الله عز وجل لو أراد الإنسان أنه يكرمه بشيء بعيدا عن الأسباب وارد. وشوف أنا ما عم بحكي عن كرامات، عم بحكي عن حكم بشري. ممكن أتصل فيك ألو طارق الله يرضى عليك، أنت بديك تكون يعني السي او او البو او او ما بعرف تبع أكبر ما بعرف شو. ممكن وممكن الواحد يساوي مقابلات مع كل الشركات ويطلبوا بالاسم وما تزبط. ليش؟ حتى نفهم أنه ما كان لنا لن يخطئنا، وما كان لغيرنا لن نصل إليه. طيب، وإذا وقعت أنا في كرب أو الله أكرمني، شوف القرآن دقيق، قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير. طيب الآية اللي عم نقرأ الآن نحن بهود أو بيونس، هذه بآخر هود، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله، هي بهود، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. طيب كيف يقول هنا وإن يمسسك بخير؟ الخير مس يمسسك، قالوا إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير سورة الأنعام، وهنا في سورة هود قال وإن يريدك بخير، بمعنى أن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أن كل شيء ما نراه خيرا هو من عند الله عز وجل، وما يؤلمنا وهو خير لنا. مسني الضر، بتقول مسني الألم، مسني برد الشتاء، حر الصيف، نقص في المال لا قدر الله، كذا إلى آخره، مسني، يعني هذا شيء مو عارض. طب لماذا عبر عن الخير بالمس؟ قال لأنك قد تجد الخير ألما، في الخير ألما، كأنه شاكل أو أشبه الضر، هو مو ضر، حبيت إنساني وعملت المستحيل بس الله عز وجل ما كتب لك إياها، تألمت بعد رتحي من نزل، الحمد لله الله ما ورطني، شو بدي هالشغلة؟ فلان إجا قال لك أنا بفتح لك شركة وبعمل لك وشو بدك، وأنت والموظفين وأنت بإيدك التوقيع بإيدك، بعدين طلع هذا ما بيتشاكل أبدا، قلت يا رب الله نجاني ميحمى، أو طلع نصاب أو طلع كذا. ف هذا قول سيدنا عبد الكعب، يقول إنه أنا ما لو السماء نزلت طبقت على الأرض، ما دام أنا أؤمن بهذه الآيات ما بخاف. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآية الثانية في سورة هود، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير
فلا رد لفضله. لو مليون واحد بيتآمر عليك الله كاتب لك الأمر إن كان وظيفة أو مالا أو متاعا أو منصبا أو محبة أو رزقا أو أي شيء، إذا الله كاتبه لطارق مستحيل الدنيا كلها تأخذه. ويردك بخير فلا رد لفضله، مهما تآمروا مهما عملوا ممكن يردوا طارق؟ لا. ليش؟ لأن الله أرادها. ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب برحمته من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب، ثالثا، وهذه من القضايا الرئيسية في حياتنا، شو من القضايا الكبرى يا طارق؟ شو هي؟ الرزق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. طيب، أكثر من مرة حكينا أن النبي عليه الصلاة والسلام، بل قبل النبي عليه الصلاة والسلام، الله قال في سورة الذاريات، قال الله تعالى: فورب السماء والأرض وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أنت بتشك طارق إنك يعني بكلامك، يعني كنت عم تحكي هلا بتشب. طيب، ف و ربي كلها هي ادوات قسم، الله عم يحلف بانه هو ملك رب السماوات والارض، واكد الحلفان هذا بجمله نحن بنسميها مؤكده بنون التوكيد التي جاء معها نون اللام المزحلقة لتأكيد الخبر. إنه لحق، يعني إنه حق، بس هي لحق، هي للتوكيد يسموها لام المزحلقة، إنه لحق. طيب، يمين وتأكيد وتشبيه كامل الأركان مثل ما أنكم تنطقون، يعني الله عم يقول لك كما أنك أنت ما تشك بكلامك أنك عم تحكي، لا تشك برزقك. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بعدين الله ذكر لنا قصة عن ضيف إبراهيم. هذه أول آية. الحديث قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي الإمام البخاري ومسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. هلا بتتذكر بالابتدائي انت درست بالشام، قلت لي انه انت ابتدائي مو بالشام، يعني بس لازم يكون مرت على الحال عليك هي القصه. كان يدرسونا قصه انه في نمله سودا بالليل كانت تروح تجيب رزقه وتجي. اولا النمله ما بتشوف بالليل، وليل وظلام وصخرة، بتنزل تحت صخرة. فكان يحكونا انه الله قال لسيدنا موسى: ان الله لما شاف النملة كيف يعني بالليل ومطر وظلام وبين الصخر عم تاكل، قال: ان الله يرزق النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الملساء. انت هون احنا قاعدين بدرس الاربعاء جامع الفاروق ودبي وكذا، هلا في ادق المخلوقات دابه، وما من دابه، وهنا كلمه دابه ليست سبها للاسف، في يعني بالشام بيقول له فلان دابه، يعني هو يقصد بها الاهانه لا يقصد بها المعنى اللغوي. كلاتنا من كان لا، والله خلق، شوف القران يقول: والله خلق كل دابه من ماء يدب على الارض، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربعة، يخلق ما يشاء. هيك الله قال في سورة النور. طيب، إن الله يرزق النملة السوداء في الظلمة في الليلة الظلماء تحت الصخرة الملساء ويسمع دبيبها. طيب، عاجز حاشا سبحانه وتعالى إنه يطعميني ويرزقني؟ لا. لكن مرة يعني قال لي: انتم شغلتكم مشايخ بتخدروا الناس وتخذي. قلت له: ليش؟
هل يعني بسمع هالكلام الواحد بطل يشتغل؟ قلت له هذا فهم سقيم. المقصد أنه الله طلب منك تشتغل وتترك الباقي على الله يرزقك، لكن عبدي حرك يديك أنزل عليك الرزق، اشتغل فامشوا في مناكبها. طيب الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال تعالى ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. هون في ملمح طارق، نحن الله بيعرف شو مآلات الأمور ولا ما بيعرفها؟ بعض المفسرين يقول إن غاية الوجود آخر سورة الطلاق، آخر آية سورة الطلاق، قال تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله على كل شيء قدير وأن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني الله عز وجل خلق السماوات والأرض وكذا وخلقنا، ليش؟ ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي مآلات الأمور، ويعلم مستقرها ومستودعها. الله عز وجل بيعرف الإنسان متى يموت وما هي مآلاته وما هي نهايته. فالموفق والعاقل هو الذي يكون على يقين فلا يقلق على رزق ولا يخاف من رزق أبدا، وإنما يكون ذا يقين بارد بالله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد. الله، ثالث آية يا طارق أو رابع آية، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. هي الآية يا طارق من آثار المباركة، إنك ما تخاف. يعني أحيانا الخوف يعني بجبلة بشرية، إنسان يخاف يرغب يحب يكره، هاي نوازع بشرية طبيعية. عندما تقرأ هذه الآية يذهب الخوف. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ من ناصيتها، ما بتخاف من حدا. ليش؟ أنه بتعرف أنه ما من دابة إلا الله عز وجل، إلا كان رجوعها إلى الله عز وجل، والله قادر عليها. هل هناك مخلوق والعياذ بالله يقدر على الله؟ فأنا لما يكون عندي يقين أنه الله قادر على كل شيء ما بخاف من حدا. وقال لهم هذا كلام النبي، قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو أخذ بناصيتها، والله بيعرف ومطلع. إن ربي على صراط مستقيم. إذن الآية اللي قبل شو كانت عم تطمنا يا طارق؟ على الرزق. الآية اللي بعدها أنه ما نخاف من المخلوقين. ثم الآية الخامسة، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. هي الآية سبحان الله لو ربطناها بالآية الأولى طارق شو بصير معنا؟ يعني الآية الأولانية أول آية قل لن يصيبنا وإن يمسسك، شوف كلها تصب في بحيرة واحدة. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يعني إذا الله عز وجل قدر شيئا وكتب شيئا لك لا يمكن لأكبر قوة أنه تمنعه. وبالمقابل كمان قال وما يمسك فلا مرسل له من بعد. إذا الله عز وجل أراد أن يمنع الرزق عن الناس، لو كان عندهم مليارات وعندهم أدوات وكذا، شوف الآن لما الله عز وجل سلط على العالم على البشرية سنتين مخلوق ميت اسمه كورونا، مليارات ملايين مئات الملايين أصيبوا، ما بعرف كم اللي توفوا، صاروا 4 مليون أو أكثر، ما بعرف كم صار عدد اللي ماتوا بالكورونا. لأنه الله وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لما الله عز وجل بيقتل الرزق مهما كان عندك يعني قوة اقتصادية ومهما كان متخيل حالك قوي، يعني أنت نفسك أيها الإنسان على قوتك يظهر ضعفك. وما يمسك فلا مرسل، إذا الله عز وجل ما بده وقتر وقبض لا يمكن، فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. لا يمكن لمخلوق
أن يستدرك على أمر الله عز وجل، إن كان في الرزق أو في المال أو في الصحة أو في العافية. من هنا كان حقيقا بنا نحن المؤمنين أن نرجع إلى الله عز وجل وأن نتطامن إليه وأن لا نخشى أحدا أبدا. سادسا يا طارق، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه الآية سبحان الله عجيبة. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هذه الآية بسورة العنكبوت. لو الدنيا كلها اجتمعت وشكيت برزقك عندك مشكلة، لا تخشى. يعني ما بعرف أنا موضوع هذا كيف الإنسان بده يوصل لمرحلة يقين أنه أن رزقه سيأتي إليه، لكن بشرط أنه يأخذ بالأسباب. وكما أن الله عز وجل يرزق هذه المخلوقات كلها على ضعفها وعلى يعني على عجزها، ما عندها عقل ولا عندها الفطرة أو الغريزة تتحرك بها، الله يرزقها. الآية الأخيرة يا طارق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذه الآية عجيبة في سورة الزمر. لو الدنيا كلها تواطئت وتآمرت عليك، تمام، الله يقول في هذه الآية العجيبة أنه أنت يا من تتعلق بمديرك أو بصاحب العمل كذا وتدعوه من دون الله، إذا مرضت صار معك مغص بيقدر يعافيك؟ لا، ما لا يستطيع. هل يمكن أن يكشف هذا المخلوق الضعيف الضر عنك؟ لا. طب وإذا أرادك الله بخير وبرحمة هل يمكن أنه يمسك الرحمة؟ لا. إذا أعطى أدهش وإذا حاسب فتش. الغاية أو خلاصة الآيات يا طارق، حتى نصل إلى يعني نافلة القول مشان نطلع بخاطرة اليوم، أنه بدنا نذكر أنفسنا أن نعلق قلبنا بالله، ما نخاف من أحد، رزقنا سيأتينا. صدقا أنا لو بدي أحكي، وأنت تعلم بدي أحكي شغلات من فضل الله وكرم الله عز وجل على خلقه، كيف يعني يتحبب إلينا بالنعم ونتبغض إليه بالمعاصي. واحد بيخجل بصير من نفسه كيف أن الله عز وجل أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين وهو الحليم الغفور وهو الغفور الرحيم، صفات يعني تدل على كمالية رحمانيته سبحانه وتعالى. بدنا ما يعني هلأ نطلع من الجامع ما نهتم بشيء مع الأخذ بالأسباب. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا برد اليقين. اللهم ارزقنا يقينا كاملا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا. اللهم ارزقنا حلالا واستعملنا طيبين، ورضنا بما قسمت لنا. اللهم رضنا بما قسمت لنا. اللهم رضنا بما قسمت لنا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله.